مساء الفل، اهلا بيكم معنا في كلمه السر. وصلنا 22 رمضان، ورمضان قرب يخلص والعيد على الابواب، بس احنا في ايام مفترجه، يعني نصلي كده ونصوم وندعي وربنا يتقبل يا رب. ولما وصلنا العشر الاواخر كمان في رمضان، حاله العصبيه والمزاج اللي مش مظبوط عند ناس كتيره بدات تبقى ملحوظه قوي. ليه الناس بتتعصب كده؟ وليه الناس ممكن تفقد السيطره على نفسها وهي صايمة؟ يعني المفروض إنها بتهذب نفسها وتبقى أكثر سيطرة. خلونا نناقش ده مع ضيفنا وضيفكم دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. يا دكتور أهلا بيك. دايما منور، ربنا يخليك يا دكتور. وإن شاء الله أسبوع نقول لك كل سنة طيب وعيد سعيد عليك دايما يا رب. كل سنة طيبة يا دكتور. سيبني في حالة الدنيا الصيام، ناس كتيرة بقت بتقول كده، ليه بقى؟ لأن للأسف الناس مش عارفة فلسفة الصيام. يعني حضرتك لما تشوف حتى في الإسلام بالصفة عامة تلاقي 5% عبادات من الإسلام و95% معاملات. حتى العبادات ربنا قارنها بالمعاملات. يعني مثلا الحج وهو أكبر فضيلة في الإسلام وأهم ركن فيه، حضرتك الحج يقول لك لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني وانت رحت كلمت ونمنمت واغتبت مفيش حج، انت رحت وجيت على الفاضي. نفس الأمر الزكاة، وهي فضيلة كبيرة جدا، وإحنا بنعيش العشر أيام الأخيرة كلهم زكاة وصدقات. إن اللي بيدي عشان يعني الناس تقول ده عطى خلاص، وقد قالوا ده بنص الحديث أصلا معناه. وهكذا الصلاة وهي أهم ركن من أركان الإسلام. الصلاة من لم تنهي صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة له. يعني في النهاية مرتبطة بالمعاملات الإنسانية. نفس القياس بالنسبة للصيام، اللي صام ال 22 يوم اللي فاتوا والأيام اللي جاية هيصومها وما صامش صيام جوارح، ما صامش بالمعاملات والأخلاقيات والترفع وتهذيب النفس وتقويض السلوك الغير مرغوب، فهو دلوقتي جوع نفسه على الفاضي، صام صيام بطن. يعني خلاص جاع ونفسه يشرب ومش عارف يشرب وخلاص وقضي الأمر. بدليل إيه حضرتك؟ أنا دايما بربط ده بالأرقام. لما يجي مثلا يقول لك حجم الانفاق عند المصريين 15% على الطعام طول السنه بيرتفع ل 80% في رمضان، بقى بالذمه ده كلام؟ يعني هل ده صيام جوارح؟ يعني هل ده صيام بالفعل؟ يعني هقول لك رمضان اللي فات، لان احصائيات السنه دي لسه ما طلعتش، في اول 10 ايام المصريين اكلوا 30 طن لحمه في اول 10 ايام بس، و40,000 طن، 30,000 طن و40,000 طن دواجن فراخ، ده غير البطة الراعي الرسمي للأسرة المصرية في أول يوم، يعني ما اتحسبتش في الإحصائية. وبعدين كمان الأبشع من كده إن حوالي 35% من الأكل ده بيلقى في سلة الطعام، بيترمي للأسف الشديد. للأسف. فهل ده صيام جوارح؟ يعني إحنا لازم نشوف الأمور في سياقها. لو اتكلمنا في سياقها هنقول إن رمضان ده أنا من وجهة نظري الشخصية هو مدرسة 30 يوم. يعني مدرسة فيها تهذيب للنفس، فيها التخلص من العادات الصحية الغير مرغوبة زي التدخين على سبيل المثال، فيها الهدوء النفسي. ده حتى الآية القرآنية في سورة الرعد بتقول لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب. يعني وأنا برة عملنا بحث على العرب المهجر المغتربين اللي بيدرسوا في إنجلترا، لقينا إن كان عندهم معدل القلق من الاضطراب عالي. لما جاء شهر رمضان وبيصلوا التراويح وبيقروا القرآن 30 جزء بعد نهاية الشهر الفضيل، طبقنا عليهم مقياس قلق الاغتراب لانه انخفض. ليه؟ لان قلق بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى انت هنا هوت لو بتقرا بجد، بتقرا بجوارحك، مش انت راكب المترو ومستني المحطه لما تيجي فماسك المصحف وعمال تقرا وخلاص، لا بتقرا بقلبك، تتدبر القران وتشوف معانيه وينعكس على سلوكياتك، هتبقى اهدى اعصابا، هتخش المدرسه. اسباب العصبيه ايه بقى؟ هي العصبية الأول ليها أسباب فسيولوجية، عشان برضو قبل ما نخش في الحتة النفسية لازم تبقى الناس فاهمة. في أمور فسيولوجية طول ما هي موجودة في جسمك طول ما أنت عصبي. يعني أهمها اليومين دول اللي داير التهابات الجيوب الأنفية، بتخلي الإنسان عصبي قوي. عشان كده بنقول للناس عالجوا التهابات الجيوب الأنفية، أتليست خالص شوية مية دافية ملح وتستنشقها، دي مهمة قوي. وجود ديدان في البطن، في ديدان مرغوبه في البطن وديدان غير مستحبه. طب نعرف منين ان احنا عندنا ده؟ لما نصحى من النوم نلاقي نفسنا مريمين، منزلين ميه كده من عند البق، ده احد الاشكال. نقص فيتامين دي، والمصريين كلهم عندهم فيتامين دي ولكن كلهم مش بيستفيدوا بيه لانه موجود تحت الجلد، محتاج الشمس في توقيت معين. بالظبط كده. نقص الحديد في الجسم،
يعني حضرتك دايما نقص الحديد ده موجود عند السيدات بنسبة عالية قوي، ومعظم السيدات لو حللت لهم هتلاقي عندهم نقص في بناء الحديد، مش في الحديد وبس، وده بيبان في الخمول، ما تقدرش تقوم من على السرير مرة واحدة، نسبة تركيز قليلة، تحليقة تحت العين، اضطرابات في النوم، فده كل ده حضرتك بيعمل عصبية. الامساك المزمن بيعمل عصبية، لان احنا ما عدناش ثقافة الاكل بأني شكل. صحيح. عشان كده حضرتك احنا بنقول ايه، استغل شهر رمضان الاول انك تظبط نفسك في الامور الفسيولوجية، ناكل كويس، مش ناكل كتير انما ناكل كويس. المشروبات بتاعت رمضان، امر الدين والخروب والعرقسوس والدوم والعناب، دي كلها مفيدة جدا لانها مضادة للاكسدة، ومنها حاجات بتظبط ضغط الدم، فنستفيد بالشرب بتاعها في المعقول. نبعد عن الدهون، احنا داخلين خلاص على العيد بعد اسبوع، بلاش بقى الكيكة والغريبة ومش عارف البسكوت اللي شكله عامل ازاي، كفاية بقى كنافة بالمانجا وكنافة بالنوتيلا، استوينا يعني. فانت بقدر الامكان الاكل ده بيأثر على العصبية، طبعا بيأثر على العصبية. في فواكه جميلة بتخفض حدة الاعصاب زي الموز على سبيل المثال، فنخلي بالنا من ده. مشروبات نشربها في العيد زي اليانسون وزي النعناع، الحاجات دي كلها والكركريه بتعمل انخفاض في حدة العصبية. ولكن بقى الاهم تهذيب السلوكيات، لازم اخش على الصيام ما تبقى لنا من ايام بفلسفة الصيام، لازم وانا بزكي في اخر 10 ايام اللي احنا بنعيشهم افهم فلسفة الزكاة. الزكاة حتى لغويا زكى معناها نمى، يعني ارتقى، فانت مش مجرد بتدي فلوس للناس، انت بترتقي بسلوكياتك، فيها انماء للنفس، فيها تواصل وتعاون مع الاخر. احنا حتى لقينا ان اللي بيزكي بجوارحه، في بحوث معمولة برة، ان اللي بيتصدق بجوارحه بنفس سمحة وبينمو بالنفس، لما بناخد منه عينة من الغدة اللعابية بنلاقي عنده هرمون السعادة زاد، يعني فيها انماء حتى للروح، وده شيء جميل. طيب يعني في الجوع او عدم وجود اكل معين في الفطرة او السحور او الامتناع عن السجاير، الحاجات دي بتعمل عصبية؟ هي في الاول، هي في الاول، ولكن في اول يوم رمضان، في اول 3-4 ايام الانسان طبعا بيبقى لا في الايام دي خلاص. ليه؟ لان خبرة الجوع وخبرة الحرمان بقت طبيعية، بتزود كمان افراز الهرمون المخدر في جسم الانسان، المخ بيفرز مواد مخدرة طبيعية، فبالتالي الانسان بيتحمل خبرات الالم. وبعدين الاهم من ده كله حضرتك، احنا دايما مشكلة الناس عايشة ليه في قلق مستمر وليه خايفة من بكرة، لان عندها تكالب على متطلبات الحياة، محدش بيعمل مواءمة بين الموارد والاحتياجات، كل واحد عاوز احدث عربية السنة دي، اللي هي السنة الجاية مبقتش الاحدث، واخد شاليه ظهر مكان تاني، عاوز يبيع الاولاني ويروح ياخد في التاني، بيروح يستدين ويشتغل احسن 5 سنين في عمره شغال عند المقاول اللي اخد منه الشقة وشركة التسويق العقاري اللي بيعاله الشاليه وعند صاحب اجانس العربيات، فبيلاقي عمره راح لان هو متكالب على الامور المادية ويرجع يشتكي، يعني مفيش معدل للرضا. الجميل في شهر رمضان اللي انا بيعلمني يعني خبرة التخلي، الناس ذات خلى عن السجارة، اتخلى عن العادات السلوكية الغير مرغوبة، اتخلى حتى عن النمنمة، امسك لساني لا نم ولا اضرب ده كتف ولا البس طاقيه دال ده ولا اعمل مفتح على ده، دي كلها امور مهمه. فاحنا يعني العمليه زي ما حضرتك بتقول، التخلي في التدخين ده بتبقى بدايه، ولكن المفروض يبنى عليها سلوكيات تانية. العصبيه المعديه بتنتقل بالعدوى؟ هو طبعا في حاجه اسمها عدوى المشاعر، يعني عدوى المشاعر، انا ساعات اخش بيوت ما اعرفش اصحابها قوي واول مره ادخلها احس ان البيت ساقع، بيوت جافه كده ملهاش طعم زي بتاع اهالينا، فيهاش الدفى، فلاقي فعلا كل واحد في مواله وكل واحد في حتته ومش متواصلين مع بعض. ساعات اخش بيوت الاقي الوشوش كلها عنيفه، يعني حتى هما بيقدموا لي صينيه الشاي وبيهبدوها كده قدام عيني زي اللي بيقول لي اطفح مش اشرب، فطبعا ده بينعكس عليا، اكيد بينعكس عليا، واحده بتقول لي اطفح ما تشربش هكشر ايوه طبعا هتعصب ايوه، فطبعا في عدوى المشاعر. وبعدين انت حضرتك اي حد بتبص له بانعكاس وشه والتفاعلات الكيميائيه اللي في وشه بتنعكس عليك، ده احنا لانها بتنعكس على الحيوان فبلك البني ادم. ولذلك بص حضرتك لما سيدنا سليمان كان راح يحارب فقال ايه، فتبسم ضاحكا من قولها، فلما تبسم ضاحكا من قولها انعكس على الشعور بالامن النفسي اللي عند النمله، وهي حيوان كائن غير عاقل. صحيح. فبلك الكائن العاقل اللي هو الانسان. فالعصبيه معديه، طبعا العصبيه معديه. حضرتك كده جرب تقعد مع حد عصبي عنده متلازمات سلوكيه للعصبيه زي بربشتر عين الزياده، هزه الايد، هزه الرجل، طقطقه الدماغ، هتلاقي نفسك انت كمان ماشي واحده يمين واحده شمال، يعني عدوى المشاعر حتى في السلوك الظاهري. وبعدين العصبيه مش مشكلتها مش في العصبيه في حد ذاتها، فيما يترتب عليها من اثار، خلافات زوجيه،
تربية الأولاد عن العنف، عدم التركيز في الشغل، تعرض الحوادث بتاعت الطرق، دي كلها أمور مهمة. ردود أفعال عنيفة بتخسرك من رصيدك الاجتماعي، وإحنا في سن يعني إحنا سن الأواسط من العمر ده، مفروض الإنسان بيحافظ على رأس المال الاجتماعي مش رأس المال المادي. صحيح. من الحب والمودة والتراحم، ده مهم جدا. فالعصبية مشكلتها اللي هي بتخسرنا اجتماعيا كتير قبل ما بتخسرنا نفسيا. ناهينا اللي هي بتخسرنا صحيا، يعني يجي لك ارتفاع في ضغط الدم فجأة، يجي لك مرض السكر لا قدر الله، يجي لك بعض الجلطات الدماغية والسكتة الدماغية، كل ده ناتج عن العصبية. عشان كده المفروض الانسان يكون على نفسه بصيرا ولو القى معذيره، يعني يبقى قاعد ماسك المفاتيح في ايده، مفيش حاجة لا تطرحه قوي ولا تزعله قوي، ما يرفعش سقف توقعاته مع الاخر علشان خاطر ما يجلوش احباط وبالتالي يصاب بالتوتر والعصبية. قلة النوم بتعمل عصبية؟ بكل تأكيد. هي قلة النوم ما تعرفش يا الفرخة ولا الكتكوت، يعني هل هي بتأدي للعصبية ولا هي احد الاثار اللي موجودة للتوتر والعصبية، هي احدهما او كلاهما حسب كل حالة. يعني احنا عندنا دايما اضطرابات النوم حوالي 15 اضطراب، اشهرهم اضطرابات النوم ان الواحد يصحى وينام وينام ويصحى، اللي هي القلق اللي بيجي له. وبالمناسبة كل 6 حالات طلاق موجودة في اي مجتمع في العالم فيهم حالة طلاق بنسميها طلاق النوم. ايه طلاق النوم ده؟ ان شريك الحياة قلقني، انا مش لاقي راحتي في الفراش، هو قاعد كل شوية يقلق، يروح الحمام، يولع النور، يلعب على الموبايل، يشغل يوتيوب، فبالتالي شريك الحياة الاخر ده بيتوتر، بيتعصب، شايف ان هو اناني، مش غير نفسه، مش بيعمل على راحته، فبيحصل انفصال اللي احنا بنسميه طلاق النوم، حالة من كل 6 حالات طلاق. فشوف قلة النوم ممكن تعمل ايه. لو عندك قلة النوم نتيجة مشكلات فسيولوجية زي الشخير على سبيل المثال، زي الجاسوم اللي بيجيلك، زي الشلل المؤقت، روح اتعالج مفيش مشاكل. انما لو ناتج عشان انت عصبي، لا، اشتغل على نفسك كويس جدا، استغل شهر رمضان، صلي التراويح، التراويح بتدي استرخاء غير عادي في عملية العصبية، اعمل ارتباط شرطي بين حاجات رمضان وبين النوم، حط فانوس رمضان في بيتك، حط بيبي لايت، بحيث لما تخش تنام تشغل حاجة منهم فتستدعي عندك خبرة النوم. دي كلها امور مهمة. لما تيجي تتفرج على مسلسلات زي ما شفنا السنة اللي فاتت، الناس كانت بتتفرج على قاهرة كابل وعلى الاختيار، الحاجات اللي هي اثرت مشاعرها ونمت عندها الروح المعنوية ورفعتها وحستها بالكفاءة النفسية، اتفرج على الاعمال الدرامية دي، ما تتفرجش على اللي فيها بلطجة، على الاعمال اللي معمولة خاصة او خارج السياق، لا، ركز في اللي بتشوفه، لان ده برضه بيأثر على مفهوم العصبية. بالظبط. ناس بنلاقيها بتقرا القرآن وبعد ما يخلصوا قراءة القرآن لهم عصبيين. ما هو لانه مش بيقرا بجوارح. يعني شوف حضرتك، المولى عز وجل قال اولم يتدبروا القرآن، فالمفروض التدبر في القرآن، التدبر في المعاني. سيدنا عمر بن الخطاب قعد 15 سنة يحفظ أول 5 آيات من سورة البقرة، مش عشان هم صعبين، إنما عشان يحفظهم ويعمل بيهم. فده مهم قوي، مش المعيار إن أنا بقرأ كم جزء إطلاقا، المعيار إن أنا عملت بكم آية، مش المعيار اللي أنا أشيل مصحف في جيبي، المعيار اللي أنا أشيل آية واحدة جوه قلبي وأعمل بيها عند الناس. دي كلها أمور مهمة، لأن الدين المعاملة. فاللي بيقرأ القرآن وزي ما هو عصبي هتلاقيه زي ما هو بخيل في بيته. صحيح. وزي ما هو بيخون مراته، وزي ما هو قاعد بيغتاب الناس، هي مجموعة سلوكيات متلاحقة. السلوك الإنساني لا يتجزأ، ومن وشك يبان أن الدغل لبان. يعني أنا لما بشوف حالة بعرف خلاص المستخبي اللي حوالين منها الحواشي إيه هي. فالقصة مش قرأت قرآن وبقت عصبي، لا، ده أنت هتجر ورا منها جميع السلوكيات الغير مرغوبة. وزي ما واحد بيروح الحج وبيرجع كأنه ما حجش، ومن علامات قبول الحج تغيير سلوك الواحد بعد قضاء الفريضة، نفس القياس من علامات قبول الصيام أو قراءة القرآن تغيير سلوكياتك بعد قضاء النسك. ناس كتيرة بتحب تفطر على سجارة أو على كوباية قهوة، تقول لهم إيه؟ ده يعني أنا بقول له يعني أنت حضرت العفريت ومش عارف تصرفه، يعني أنت تخدت انتهزها فرصة يا راجل، أنت مصر ليه دايما تدعك في الفانوس السحري وتطلع العفريت؟ يعني ربنا أكرمك بالصيام وبقى عندك تدريب سلوكي عن الاستغناء بتاع السيجارة، هل انت ما تصدق انك تفطر وعاوز تدعك الفانوس السحري تطلع العفريت بتاع التدخين تاني؟ بالعكس، ده انت المفروض بقى يعني التف حوالين الجزئية دي، خد حاجات تانية حوالين منها، ازقز مكسرات، ازقز لب، كل سودان، يعني حد الادنى في رخص السعر حتى، يعني حاول. حتى انا بقول لحتى اي زوجة بتسمعنا، استغلي فترة رمضان وفترة العيد على ان انت تهذبي السلوكيات كل اللي حوالين منك. بايه؟ مش بالاوامر والنواهي، شاركيهم معاك في عمايل الاكل، في الزينة بتاعت رمضان، في لبس العيد، في قضاء الحوائج، مشاركات اجتماعية، اتسامروا، اتكلموا،
اتفرجوا على التلفزيون، حددوا عمل درامي او اتنين تبقى وجبة انسانية مش وجبة درامية، كل قاعد بيتناقش فيها وبتبث فينا قيم ومعايير اخلاقية. ده كل ده هيخليك تبتعد عن التدخين. كتري من السوائل طول ما الزوج قاعد في البيت، كتري من السوائل، دي كلها امور مهمة. فانا بقول لاي حد انت بتدخن بعد الفطار انت كده بتخطف حق نفسك، ما استغلتش الفرصة، ما عملتش صيانة نفسية وروحية في شهر الصيانة النفسية المفروض تطلع فيه ريفريش. ده احنا العربية بعد ما تمشي 10,000 كيلو بنروح نعمل لها صيانة وبتغير فلاتر، انت كمان غير الدنيا عندك يا راجل. يعني مش معقول بعد قضاء 30 يوم في رمضان تطلع منه وانت ماسك الهوا بايديك. طب واللي بيدمن القهوة؟ هي ادمان القهوة، هي القهوة على فكرة مفيدة جدا للانسان بشرط اللي هي ما تتخطاش الاربع فناجين. مهمة قوي، ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل حتى استرخاء نفسي عند الناس القهوة، وبتساعد حتى على التركيز وعلى الابتكار، ممتازة جدا وليها فوائد حتى جسمانية، بشرط ما تزيدش عن اربع فناجين. فانت اشرب قهوة بعد الفطار بعد ما تاكل عادي جدا بحوالي ساعة، اشرب قهوتك، وحاول اخر فنجان قهوة تشربه يكون قبل السحور او قبل النوم بمعنى ادق بساعتين، عشان تعرف تنام نوم هادي في استرخاء نفسي، تاخد دورة الحياة الفيسيولوجية بتاعت النوم جواك. دورة النوم بتقعد لها حوالي 90 دقيقة، فلازم تنام فترة كافية 90 دقيقة او مضاعفاتها. ده مش هيتسنى ليك الا لو انت بعدت شوية عن القهوة في مرحلة ما قبل النوم. الاكل والمية نقصهم بيأثر على المخ او على اماكن معينة في المخ؟ هو لا شك طبعا ان الواحد لما بيقل عنده الاكل او بيقل عنده المية ممكن الجلوكوز بيقل شوية، وبالتالي يعني الانسان حتى ما بيبقاش في الفورمة، في ناس ممكن تصدع. يعني عشان كده بقول ايه، الصيام ده ربنا جعله حكمة. يعني شوف حضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحضرتك ايه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه، دي حتة مهمة قوي. فلما يجي ربنا يقول مثلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وانا يجي عليا سفر وقول ده من اسكندرية للقاهرة يعني احنا راكبين عربية ومش حاسين، لا خد رخصة ربنا علشان ما تتعبش، وهتلاقي نفسك انت وانت بتكفر وبتطلع بتفطر صايم ممكن الصايم ده التاني محتاج الفطار ده. فربنا جعل دي علشان دي التوازن المجتمعي اللي موجود، دي كلها مهمة. ربنا عامل حاجات، يعني حضرتك لما تشوف مثلا بند الزكاة في الاسلام، احنا كلنا بنيجي نزكي في اخر 10 ايام، انما لو كل واحد زكى في وقته وفي توقيته لما بيحول على ماله الحول حسب النصاب بتاعه، هتلاقي كل يوم بيطلع زكاة للناس الغلابة، وهتلاقي يوميا مفيش حد محتاج، لان انا بزكي في يوم حاطط فيه فلوسي في البنك غير سعادتك لما حطيتها غير الاخر اللي جنبينا. يعني خلي الامور في نصابها. فانت لو انت بتتعب، لو عندك مشاكل زي ارتجاع المريء على سبيل المثال، لو السكر عندك لما بينخفض بيعمل لك مشاكل، ما تقوحش، ما تبقاش عاصي على نفسك، خد الرخصه اللي ربنا يعني قالها لك، وفي نفس الوقت هتفيد بيها نفسك وهتفيد اخرين محتاجين الاستفاده دي. الحلويات الشرقيه بقى والكنافه والقطايف بتاثر على مزاجنا على عصبيتنا؟ حلويات الناس ده هم حلويات، اه طبعا. يعني هو طبعا ده اللي بنى مصر، كان في القصر حلواني، كان حلواني صحيح. المصريين حلوين قوي، يعني حلوين وجميل ومفتحين وعندهم كوميونيكيشن سكيلز كده وعندهم مهارات واخترعوا حاجات ياما، هم اللي اخترعوا المسحراتي واخترعوا فانوس رمضان وهم اللي اخترعوا الكنافه والقطايف. فعلا المصريين حلوين، فانتوا حلوين اه، انما ما نزودش الحلاوه بالسكريات الزياده، لان بتعمل تخمه، بتعمل مشاكل، بتعمل سمنه، والابحاث بتقول ان اللي بياكل ده كل يوم مع كحك العيد اللي جاي فيما بعد شهر رمضان، فتره 45 يوم بعد شهر رمضان، بيتضاعف امراض السكر والضغط وتصلب الشرايين. المهم العصبيه. اه العصبيه اهدى خالص، وهنقول لكم شويه حاجات بسيطه كده تعملوها. حاول بقدر الامكان تغسل وشك بمعدل كل ساعتين. الرسول لما قال الوضوء يطفئ نار الغضب، يطفئ نار الغضب بالتحليل الفسيولوجي، لان ان اكتر مكان مسؤول عن العصبيه في جسم الانسان موجود في الوش. فانت لما بتغسل وشك بمعدل كل ساعتين او على الاقل في الوضوء ده بيخلي عندك استرخاء نفسي. حاول بقدر الامكان لما تلاقي نفسك عصبي اتنفس ببطء، خد نفس عميق واكتبه وطلعه كده بالراحه 3-4 انفاس مش كتير. حديث الرسول فيما معناه ان انت لو انت غضبان وكنت قاعد قوم اقف، ولو انت واقف امشي،
ده صح. لما تبقى انت متعصب قوي سيب المكان اللي انت فيه وتحرك قاعد. كان زمان واحنا بنتفرج على ماتش الكوره ويجي الاذان فيقطعوا البث المباشر، كان كابتن محمود بكر يقول لك ايه، اللي كان متعصب وطلع بره بلكونه بيشرب سيجاره وكوبايه شاي يرجع بقول له الاهلي جاب جون مثلا، يعني انت اعمل زيه كده، تلاقي نفسك متعصب اطلع البلكونه وارجع هتلاقي الاهلي جاب جون والزمالك برضه عشان الزمالكاويه ما يزعلوش، يعني هتلاقي نفسك انت هديت وهتجيب جون اجتماعي، جون ما خسركش، هدف مش تسلل ولا حتى هيرجع فيه للفار. فمهم قوي تركز على ده، متضايق وبعدين مش اب لازم ترد في الموقف وقتيا، يعني ده ردود فن، وسيب الزمن يلعب دوره واشتغل على القضية المؤجلة. خد بال حضرتك احنا لو عندنا فلسفات في ادارة الحياة بصفة عامة هيبقى عندنا فلسفات في ادارة الغضب والتحكم في العصبية، يعني اي موقف خلافي بينه وبين اي حد انا بجمده شوية، عارف لما ترجع له بعد سنة هتلاقي الموقف يا اما كان من التفاهة بمكان المفروض ما خدش فيه اجراء، هتلاقي الموقف ده ما بقاش يلزمني النهاردة، هتلاقي اطراف الموقف ذات نفسهم ممكن يكونوا اتغيروا وتبدل حالهم، وهتلاقي مراكز القوة اختلفت. فمهم جدا يبقى عندنا فلسفات عامة في الحياة تنعكس على فلسفاتنا في ادارة الغضب. الست في رمضان الحقيقة خصوصا في مصر بتشيل مسؤولية مضاعفة زيادة. صحيح. خصوصا انت بتضيف هم الفطار والسحور كل يوم مع كل مسؤوليات اللي هي متحملها، ده بيزود العصبية عند الستات؟ بيزود العصبية، وظهر عندنا مرض جديد في الاكتئاب او نوع جديد اسمه اكتئاب العيد. اكتئاب العيد ده بتصاب بيه المرأة بنسبة 4 أضعاف عن الراجل، نتيجة ان هي طول الشهر زي ما حضرتك بتقول بتصحى من احلاها نومة علشان خاطر تحضر الفطار، وتصحى من احلاها نومة عشان خاطر تحضر السحور وعبء العزومات وعبء الخروجات، ونيجي احنا داخلين على العيد اهو اخر اسبوع عبء التنظيف ونزول الستاير ولبس الاعياد وكسوتهم والتحضير للعيد، وكمان بنخليها تكلم ناس تعيد عليهم هي مش عاوزه تعيد عليهم، يقول لا طب معلش عيدي على فلانه مثلا يعني، وبينها وبينها تاريخ اجتماعي باد او 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 سيء، انما تجبر ان هي تكلم ناس مش عاوزه تكلمهم، كل ده بيحملها اعباء، في حين ان الراجل بيخلص صلاه العيد بيطلع ياكل الفلافل والجبنه التركي والجبنه البيضة، وده طقس جميل، بس الاجمل انك تاكله في بيتك، انك تشارك مراتك معاك، لان هي متحمله 30 يوم عندها اكتئاب العيد وانت مش واخد بالك، فده هينعكس عليها بعد العيد، هتلاقي اهمال في النظافه الشخصيه، عصبيه مع اولادها، عزوف عن المشاركات الاجتماعية، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الشهية، هيأثر حتى على بعض الأعراض الجسدية عندها، تلاقيها دايما بطنها وجعاها، ظهرها واجعها، عندها خشونة في الركبة، عندها تساقط شعر، فيبقى عينك على ده. الراجل بيتعامل معاها ازاي؟ بص حضرتك المولى عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني المفروض الراجل يلتحف بمراته، دي شريكة حياة، دي مش مجرد زوجة، يعني شريكة حياة حاول بقدر الإمكان المشاركة تبقى مشاركة إنسانية، مش مشاركة اللي أنت جايب أمر الدين وعين الجمل والبندق، ولا إن أنت بتديلها فلوس تنزل تجيب هدوم الولاد، لا، المشاركة في الأحزان، في الأفراح، في الأمال، في الطموحات، في الفكر، ترتب عليها وتحاول تحتضنها بقدر الإمكان وتديلها حقها حتى لو في الخطأ، يعني ما عملتش الأكل النهاردة اتحرق بكرة، الدنيا ماشية، يعني مين فينا ما بيسهاش، فبقدر الامكان تخلي فيه مساحه من التفاهم بقدر الامكان معاها، ما تعولش عليها في الفشل، يعني ولد ما جابش نتيجه كويسه في الاختبار ما نجيش نقول لها ما هو انت اللي بتذاكري له، او لو انت متابعاه ما كانش حصل كده اطلاقا، ادي لها حقها الانساني، تفهم دوافع السلوك اللي بيطلع منها حتى لو انت مش متقبله. كل سنه طيب يا دكتور. رمضان كريم. الله اكرم. بنشكر دكتور وليد هندي الحقيقه، ويا رب يكون الكلام بتاعه كان فيه حاجات مفيده ليك ولينا. نطلع فاصل ونروح لفقرتنا التانية. أهلا بكم معنا مرة تانية. العشر الأواخر، أيام العتق من النار، يا رب ربنا يتقبل منا جميعا الصيام والقيام ويعتق رقابنا جميعا من النار يا رب. في الأيام المباركة دي اللي فيها ليلة القدر اللي نزل فيها القرآن، ليلة القدر خير من ألف شهر، فضل الأيام دي هنشوف إيه فضل الأيام دي مع ضيفنا وضيفكم دكتور حسن كمال القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. يا دكتور أهلا بك. أهلا بكم سادة مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت فضل طيب. الأيام العشر الأواخر من رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية لابد أن يدرك كل مسلم أن إذا من الله عز وجل عليه بإدراك أوائل الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر فهذه نعمة من الله عز وجل، والنعم تستوجب الشكر،
والشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بالأفعال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لآل داود: اعملوا آل داود شكرا. لم يقل الله سبحانه وتعالى: قولوا آل داود شكرا. شكر النعمة أن أتحرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، غنيمة وفرصة سانحة لتصحيح المسار، لإدراك ما فات، لمن قصر فيما سبق، لمن يريد أن يعلو بمنزلته عند الله عز وجل، هذه العشر فرصة سانحة متاحة بأيسر ما يكون. سيدنا محمد كان بيعمل فيها إيه؟ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ روت لنا عائشة رضي الله عنها التي اطلعت عليه في بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وأرجو أن نلتفت إلى هذه الثلاث: أحيا ليلة، لأن الليل مظنة القرب إلى الله عز وجل، لأن بإحياء الليل يزداد المؤمن إيمانا ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا أكون خاصا في شخصيتي، وإنما إن رأيت خيرا أن أعمم الخير على غيري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يرسل إلى نسائه: هذا فضل، هذه غنيمة، هذه نعمة من الله عز وجل لابد من أدراكها. ثم يشد مئزرة كناية على أنه يزداد في العبادة، لأن العبادة في مواسم الخيرات تزداد أجرا، لأن العبادة في مواسم الخيرات تزداد قربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي اهتماما بالغا لهذه العشر لما فيها من المنزلة. إن أردنا أن نعدد المنازل في هذه العشر المباركة، أول ما فيها كما ذكرت حضرتك أن فيها ليلة القدر. ليلة القدر في منازلها العظيمة التي خصت سورة في القرآن الكريم باسمها. لو أننا تتبعنا الآيات الواردة في سورة القدر يعطينا منزلة هذه العشر ومن ضمنها ليلة القدر. أول ما في هذه المنازل كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن، القرآن الكريم الذي هو دستور حياة، القرآن الكريم الذي جاءت فيه السنن الكونية، التي جاءت فيه القوانين الإلهية التي ينظم لي الحياة كاملة ويأخذني بهذا التنظيم إلى أن أكون من أهل الجنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. من نعم الله خالد علينا في الإسلام أن الله جعل لنا أوقاتا قليلة ندرك بها ما كان من أزمنة كبيرة. تخيل حضرتك الصلوات الخمس كم تأخذ في اليوم والليلة؟ ساعة. ساعة. ما بينهما 23 ساعة يكفر الله ما بينهما، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، شهر واحد يكفر ما كان من 11 شهرة. فكذلك ليلة واحدة إن حسبنا 1000 شهر يطلع كم سنة يا أستاذ خالد؟ 83 و14 عمر متوسط عمر البني آدم. ده مش متوسط، ده أزيد من المتوسط. أعمار أمتي ما بين 60. ده حضرتك 83 سنة عبادة ليلة واحدة. ما هذا الفضل العظيم؟ ما هذا الكرم الإلهي؟ ما هذا جبر الخواطر الذي يجبر الله به الخاطر؟ ما هذا الذي جعله الله لنا ندرك ما فات من أعمال ومن سنوات كبيرة جدا يدركها الإنسان؟ أنا بسرح بخيالي ساعات، لو وفق الله أحدنا إلى قيام هذه الليلة 20 عاما، اضرب يا أستاذ خالد كده 20 في 83 و4 أشهر، ما هذا الفضل وما هذا الكرم بعدد سويعات قليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة. أرجو أن نلتفت، الملائكة متى تتنزل؟ تتنزل الملائكة إذا تنزلت أتت بالرحمات، أتت بالبركات، أتت بسعة الأرزاق، أتت بالشفاء، أتت بإذهاب الضيق من الصدور، أتت بالرحمات. تتنزل عند حلق القرآن الكريم، تتنزل لطالب العلم، تتنزل لمن يقدم خيرا، ترفع الأعمال الصالحة، وعلى رأسها أمين الوحي مين؟ جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم التفت إلى الغنيمة الكبيرة: سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ليلة لا شقاء فيها ولا تعب فيها ولا عنت فيها ولا تسلط شيطان فيها ولا إيذاء فيها، راحة نفسية كاملة تأتي في هذه الليلة. ويكمل هذه المنازل ما جاء في سورة الدخان عندما يقول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة
مباركة. من الذي سماها مباركة؟ الله عز وجل. فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم يفرق في هذه الليلة. الأعمال كتبت وسطرت في اللوح المحفوظ وتنزل إلى سماء الدنيا المقادير في هذه الليلة المباركة. ليلة القدر نعرفها إزاي؟ ورد أصل هذه الأمور الغيبية أستاذ خالد، نؤصل قاعدة لا ينبغي لنا أن نعيش معها إلا من خلال ما ثبت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن في صبيحة هذه الليلة الشمس تطلع لا شعاع لها، في ليل هذه الليلة لا حارة ولا باردة. ده ما ورد في الأحاديث الصحيحة أنها ليلة مضيئة، ليلة مضيئة. وأريد أن أقف عند مفاهيم بعض الناس أنهم يريدون أن يتحروا هذه الليلة دون غيرها. لو أن أحد أخبرني أنني إن وقفت على باب ما 10 أيام سأنال من متاع الدنيا كذا وكذا، ماذا سأفعل؟ هقف العشر أيام، هقف العشر أيام وأقول له زد من العشر وأعطي ما شئت. فما بالك مع الله عز وجل؟ هم 10 أيام أعطاك الله 10، وما أسرع الأيام وما دورت الأيام في زماننا هذا. صحيح. ورمضان هذه أول ليلة وسرعان أس خالد إذا بدأ انتهى. ولذلك العشر هذه لا تتعامل مع الله عز وجل أن تتحرى الليلة دون غيرها، خذ العشرة كاملا حتى تنال الفضل. الليالي الوترية ولا العشرة كاملة؟ هي ورد في حديث النبي عليه السلام أنها في الليالي الوترية، هذه الليالي ورد. لكن أنا هتعامل مع الله عز وجل أن أعبده في ليلة دون ليلة؟ لا طبعا. هتعامل مع الله سبحانه وتعالى أن هذه ليلة فيها فضل فأترك غيرها؟ تعامل مع الله كما يعاملك الله. الله عز وجل يعاملنا بفضله، الله عز وجل يعاملنا برحمته، الله عز وجل يعاملنا واحدة بواحدة، ونحن أشد الاحتياج. إحنا اللي محتاجين. أنت اللي محتاج أن تهدأ نفسك، أنت اللي محتاج أن تطمئن قلبك، أنت اللي محتاج إلى العبادة، أنت اللي محتاج إلى سكون، أنت اللي محتاج إلى جرعة إيمانية كاملة. صحيح. تحفظك فيما هو قادم. شهر واحد يحفظك فيما سبق ويحفظك فيما هو قادم. نلتفت إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر، عشان في شروط لقيامها. أن تقوم هذه الليلة إيمانا مصدقا يقينا جازما في قلبك أنك إذا قمت هذه الليل أعطاك الله الأجر العظيم المترتب على هذه الليلة. واحتسابا، لا تتعامل مع الله عز وجل أنك تريد الثواب، تلذذ بالطاعة، اتمتع بالطاعة. المتعة بالطاعة يؤتيك الله خيري الدنيا والآخرة. أما أن تكون جافا تريد منزلة هذه الليلة ثم بعد ذلك ينقضي ما بينك وبين الله، لا تكن عبدا موسميا في ليلة أو في عشر، ولكن كن عبدا مع الله عز وجل في كل حركة وسكنة. سؤال حضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ماذا أيضا؟ كان يعتكف في هذه العشر. ومعنى الاعتكاف المكس في المسجد، أنني أعيش في الدنيا كاملة. أنا كنت أقول لحضرتك إحنا عندنا في العشر الأواخر في الاعتكاف، نعم، في التهجد بالإضافة، نعم، إلى التراويح، أيوة، ومع استمرار قراءة القرآن. القرآن الكريم يا أستاذ خالد في رمضان أرجو أن نلتفت، تعامل مع القرآن الكريم على أن الله عز وجل لا يخاطبك ولا يهتم ولا يكون ينصب الاهتمام عند الناس بعدد المرات. بعض الناس يا أستاذ خالد اهتمامهم كم ختمت؟ العبرة ليس بكم ختمت، العبرة بما وعيت، بما أدركت، بما فهمت، بما طبقت على أرض الواقع. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لنا في القرآن الكريم أفلا يقرؤون القرآن، وإنما قال لنا أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون، أيتدبرون القرآن. صحيح. فكأن الغاية العظمى من قراءة القرآن الكريم تدبر. التدبر، والتدبر عند العقلاء يترتب عليه العمل بما تدبرت. لا أتدبر فحسب، ولا أمصمص الشفاه، ولا أطأطئ الرؤوس، وإنما يتحول لفعل. يتحول لفعل، لأن القرآن الكريم نزل ليتحول لفعل. وإذا تحول إلى فعل لا تخاف، لن تضيق عليك الحياة، ولن تحرم على الإطلاق من نعمة من نعم الله عز وجل أبدا. القرآن الكريم والسنن الكونية والعطايا الإلهية الذي رتب، لأن الذي خلقك هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله، والذي يعلم ما يصلحك هو الله، فذكر لك ما يصلحك كاملا أين؟ في القرآن الكريم. بالعكس، الذي يلتزم بما جاء في القرآن الكريم يطمئن نفسه،
والآيات الحاكمة في هذه المسألة يا أستاذ خالد، أي خير هتقدمه؟ هتقدمه لمن؟ لنفسك. الله يقول لنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إيه؟ عند الله. هل تجدوه كما هو؟ لا، تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. يعني إن فعلت حسنة تجدها عند الله عز وجل حسنات، إن فعلت قربة إلى الله تجد الله عز وجل يعطيك قربات. ولذلك من قوانين الله عز وجل في هذا الشهر وفي هذه العشر خاصة أن تفعل الخير، وأن تعلم يقينا ما فعلت من خير ستجد هذا الخير. وبنقول دائما في هذه اللقاءات المباركة، من أراد أن يستجلب نعمة من نعم الله عليه أن يقدمها. صحيح. إن أردت أن تيسر ييسر الله لك، يسر. إن أردت أن يفرج فرج. إن أردت أن يكون الله في عونك كن في عون الناس. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. من يسر يسر الله عليه. الله عليه، ومن أعطى أعطاه الله، ومن فرج فرج الله عنه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إن لم يكن في هذه الأيام المباركة تفعيل الخيرات، تفعيل الحسنات، أبواب الرحمات كلها في هذه الليالي المباركة، وبالتالي الله عز وجل ينزل رحماته، فلا بد أن يتراحم الناس فيما بينهم امتثالا لما أنزله الله وامتثالا لأوامر الله عز وجل. الاعتكاف بقى. نعم، الاعتكاف يستطيع أي مسلم أن يطبقه، ليس الشرط أن تمكث في المسجد، ولكن غاية الأمر انوي هذه النية. وأنصح كل مسلم هو سيصلي في هذه العشر، إن دخلت إلى المسجد انوي الاعتكاف مدة المكث في المسجد. طول ما أنا قاعد في المسجد يا أستاذ خالد إيه؟ معتكف. معتكف، متى خرجت انفض الاعتكاف، فإن عدت مرة ثانية يبقى كأن كل ما تدخل تانو، يبقى أنت داخل ومعاك الاعتكاف شغال، اعتكاف وصلاة وصيام وصدقة إلى آخر هذه العطايا الإلهية تستطيع أن تفعل ذلك. فإن أردت وكان الوقت يتسع إلى جزء من الليل فبها ونعمة، إن أردت والوقت يتسع إلى الليل كامل فبها ونعمة. رحمة الله عز وجل أنه قال لنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تشق على نفسك، الله لا يريد منا مشقة أبدا، وما فرض علينا عبادة فرضا أو سنة نتقرب بها ليكون فيها مشقة، لأن قانون الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. صحيح. وآمنتم. قانون الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك افعل الطاعة قدر استطاعتك، ولكن بإخلاص لله عز وجل حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى. عندنا كمان بيبقى فيه في العشر الأواخر صلاة التهجد بالإضافة إلى صلاة التراويح. نعم حضرتك، هذه العشر كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر فيها من الصلاة، والناس عندما يجتمعون مع بعضهم البعض يشد أزر بعضهم بعضا، لأنني إذا انفردت قد يكون النفس يا أستاذ خالد وما أدراك ما النفس. لكن عندما نجد صلاة التهجد ووزارة الأوقاف بسم الله ما شاء الله في هذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى، لما رفع الله الكرب وأذهب الهم، المساجد الآن متاحة لصلاة التهجد. وأرجو أن تلتفت إلى كلمة التهجد، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم إيه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني اجعل القرآن الكريم ده ليه نصيب معاك في الليل. وختام الآية يا أستاذ خالد لا يلتفت إليه كثير من الناس، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ده للنبي عليه الصلاة والسلام، ولنا أنت تستطيع أن تنال مقاما محمودا عند الله بركعات في الليل. ونلتفت إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن قيام الليل شرف المؤمن. ما معنى شرف المؤمن؟ ما معنى أن تكون هذه الركعات التي أصليها في الليل شرف لي؟ لأن هذه الركعات القليلة التي أصليها في الليل في أيام فاضلة في العشر الأواخر من رمضان تحفظ الإنسان في نهاره كاملا، فإذا أرادت العين أن تزيغ تذكرت ما كان من ركعات فهل أضيعها؟ إذا طبعا. كانت اليد تريد أن تمتد إلى حرام تذكرت، إذا كانت القدم تريد أن تخطو إلى حرام تذكرت ما كان من خير تقدمه في هذه الليالي، شرفك في هذه الركعات التي تؤديها إلى الله عز وجل. وكما اعتاد الناس قراءة القرآن الكريم أصل، ولكن اقرأ القرآن الكريم بقلبك وبآذانك، ولا تلتفت ولا يكون التركيز على حسن الصوت مع المطالبة به. حسن الأصوات أمر مطالب به القارئ،
والأذن تميل والقلب يميل صحيح. لكن قبل حسن الصوت الآيات الأوامر، الله يخاطبني في القرآن الكريم، الله يكلمني. ولذلك عبد الله بن مسعود يا أستاذ خالد يقول إذا سمعت آية يقول الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير يدلك الله عليه وإما شر ينهاك عنه. يبقى إما نعمة سيعطيني الله إياها من خير أمتثل، وإما شر سينهاني الله عز وجل عنه. فهذه نعمة ما بعدها نعمة يدركها الإنسان في هذه العشر الأواخر من رمضان. في العشر الأواخر كمان بنتكلم عن زكاة الفطر. نعم. إمتى نطلعها وإزاي نحسبها؟ زكاة الفطر يجوز للمسلم أن يخرجها بداية من أول الشهر هذا. من جائز. أول الشهر. من أول هذا. لكن معظم الناس. لكن معظم الناس يخرجونها في العشر الأواخر. ولا حرج في ذلك. دار الإفتاء هي التي تحدد لنا القيمة. ولكن كل واحد عندما تحدد دار الإفتاء مبلغا هذا يكون الحد الأدنى. هذا يكون الحد الأدنى. أما إن وسع الله عليك، وسع، أنا لسه قايلين إيه؟ صحيح. لسه قايلين قانون الله جل وعلا. وسع عشان ربنا وسع عليك. وسع عليك. والأمر فيه سعة. من أراد أن يخرج أشياء عينية فلا حرج، ومن أراد أن يخرج قيمة فلا حرج. كلاهما مباح وكلاهما من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عاوز ألفت الأنظار يا أستاذ خالد إلى من يخرج أشياء عينية. أنت هتخرج أشياء عينية وتمسك بالنص لا حرج ولا يعيب عليك أحد، ولكن تخرج من جنس ما تأكل. أرجو أن نلتفت إلى ذلك. أنا ما روحش أجيب نوع من الطعام لبيتي بمبلغ وأروح أجيبه للفقير بمبلغ أقل، لا، أنا أطعم الفقير من جنس ما أطعم ومن جنس ما أكل. تجيب له من جنس ما تأكل حتى يأكل مرة في السنة كما تأكل أنت، فلا تبخل على الفقير في هذا المقام. أما ما كان من إخراج قيمة أخرج، وكلما زاد كلما زاد الأجر. أنت تتعامل مع الله عز وجل، أنت تدبر خاطر الفقير. ومن نعمة الله عز وجل إن زكاة الفطر يا أستاذ خالد زكاة أبدان، فتجب حتى على الفقير. يعني أنت بتديله ده الإسلام، الإسلام يقول له إن كان عندك قوت يوم وليلة، وعنده أكيد، أخرج. ليه؟ للإسلام عاوز يعوده، مش كل ما هي تتعود على أنك تأخذ فقط، أعطي ولو مرة واحدة، تعود على العطاء حتى تخرج النفس من أنها تأخذ إلى أن تعطي. فزكاة الفطر طهرة للصائم يتطهر بها، وطعمة للمساكين. انظر إلى مصلحة الفقير، أي مصلحة في مصلحة الفقير، لأن الأصل في الزكاة مصلحة من؟ الفقير. مصلحة الفقير، ولا تنظر إلى مصلحة النفس إن أردت أن تخرج زكاة الفطر كما أراد الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر معاد لإخراجها بيبقى إمتى؟ آخر معاد حضرتك قبل الصلاة، صلاة العيد. قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد. من أخرجها بعدها فهي صدقة. لكن حتى لا نضيق، هناك من الآراء من قال، وهذا الرأي نأخذ به متى أستاذ خالد؟ من فاته الضرورة. من فاته عند الضرورة، من نسي، من ضيق عليه، من كان له ظرف، لكن ليس هو الأصل. الأصل قبل الأصل قبل صلاة العيد. ليه؟ لأن احنا لسه متفقين الآن إن إخراج الزكاة مصلحة مين؟ الفقير. الفقير. فلا تحبس له مصلحته، يريد أن يتمتع في العيد كما تتمتع. صحيح. أنت، ويريد أن ينفق كما تنفق أنت، ويريد أن يوسع على أولاده كما تتوسع أنت. وبالتالي حضرتك أخرج في الوقت الذي اتفق عليه الجمهور، قبل صلاة العيد، عشان نعيد مع بعض، عشان نعيد مع بعض مبسوطين، يعني كل الناس تبقى في فرجة، وكل الناس يتسع. وأوصي من يخرج في رمضان يخرج في غير رمضان. لأن لماذا جعل الله لكل واحد مننا حول يا أستاذ خالد؟ اعتاد المسلمون في زماننا الآن حصر زكاة أموالهم في رمضان. صحيح. ظنا منهم أن إخراج الزكاة في هذا الشهر أكثر ثوابا. من قال ذلك؟ لماذا جعل الله لكل واحد منا حولا؟ أنا أبدأ في شوال، علشان الخير يتوزع السنة كلها، عشان يستمر العطاء للفقير طول العام. لكن حضرتك تيجي تختار لنفسك. ولذلك العلماء قالوا إخراج الزكاة في وقت احتياج الفقير أفضل عند الله من الزمن الذي تختاره أنت لمصلحتك إن كان فاضلا. ولذلك الناس كلها بتخرج في رمضان ويتركون 11 شهرا الفقير يئن إلى الله عز وجل.
هذا لا يمنع أن تأتي بالزكاة قبل موعدها، أن تسبق بها بالإخراج، ولكن راعي الإخراج كما تخرج في رمضان، أخرج في شوال، أخرج في شعبان، أخرج في الشهور جميعا حتى يستمر العطاء لهذا الفقير، فيسد الله حاجته بحقه الذي عندك. وإحنا في العشر الأواخر إيه أفضل الأدعية اللي ممكن نقولها مع بعض؟ إن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أرجو أن نلتفت إلى ألفاظه: تقولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أرجو أن نلتفت يا أستاذ خالد إلى هذه الكلمات الواردة في هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب كريم تحب العفو فاعف عنا. بدأت أولا بصفة الله عز وجل العفو. الله عز وجل يريد من العبد أن ينوب إليه وأن يتوب إليه وأن يرجع إليه، ففتح أبواب العفو على مصراعيه، وبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالليل بالنهار ليتوب مسيء الليل، وفتح أبواب الرحمات وجعل مواسم العبادات عشان يعفو. ولذلك أنت إلزم هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. الله عز وجل يحب العفو، وأنت إذا تعاملت مع كريم يحب العفو انتظر دعائك، انتظر رجوعك، انتظر إنابتك. الله عز وجل ينتظر منا عودة ويفتح لنا أبواب رحمته. فالهس بهذا الدعاء، والهس بما تستطيع من أدعية تمني في هذه الأيام. تمنى على الله عز وجل وأنت تتمنى مع أو إلى من بيده أن يحقق لك كل شيء. تتمنى إلى من قال في نفسه عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل سنة وانت طيبة دكتور حسن، ونورتنا. كل عام وأنتم بخير، سعدت بهذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم ألا يحرمنا فضل هذه الليالي المباركة. آمين يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ربنا يرزقنا كلنا ليلة القدر، وربنا يتقبل منا كلنا، وما ننساش نطلع زكاة الفطر قبل العيد، قبل صلاة العيد، وإن شاء الله يبقى عيد سعيد علينا كلنا، وربنا يحقق لنا فيه كل بنتمناه. تصبحوا على خير، استنونا أول خميس بعد العيد إن شاء الله.